اصدقاء وبقى الساكن اللي جا داري زوينين كانوا راكبين على الدراجه ناريه بنوع تيمار دي اكس 530 شويه هاد الدراجه داختي شويه خايب لك تخلي شويه بالسرعه كيجرى فهمتي كيجرى الساكن ما جرى هاو مساكن فطروا خرجوا غادي كذا او ما غادي نتي ضحكوا مساكن غادي حيت ديك الدراجه الناريه يلا مسكين الدري خداها يلا خداو والي دارهم غادي من نوع تي ماكس من نوع تي ماكس دي اكس 530 واختي وقدر الله وما شاء فعلها هما ولاد المنطقه ولاد هنا ولاد المنطقه هنايا علاش حي الفرح حي الفرح فوقاش وقعت هاد لاكسيدون اختي شقلت شي ساعه ونص دار باش وقعت من مورا الفطور مورا مورا الفطور حتى فطر شحال لاج ديالهم غيكون لاج ديالهم كيتراوح ما بين 21 حتى 23 هذا هو لاج ديالهم الدراري تبارك الله راه دراري ولاد عائله زوينين مؤدبين فهمتي قدر الله ما شاء فعل دابا تم النقل ديالهم من المستودع للاموات تم النقل ديالهم ما عرفتش واش النقل السبيطار ولا السبيطار مشاو دابا السبيطار نتمنوهم الله الله يرحمهم الله يغفر ليهم والله يحسن والديهم والمسكين هذاك اللي باقي في الخطر الله يشوف الحال